ماشي نشوف دير لها واحد التصويره تما لا دير واحد التصويره تما تبان لا هذيك التصويره دير واحد التصويره بسم الله الرحمن الرحيم كنسكرو سيتي على هذا الجو اللي دارت في مدينه قابوياوا وهذا الكرنفال اللي دار اول مره يعني في قابوياوا في الجهه الشرقيه اللي انضمته جمعيه المتوسط للسياحه والتنميه والاستثمار وكنتمناو من المجتمع المدني والجمعيات انهم يبادروا باش يكونوا بحال هذه النشاطات نتاع الكرنفال وانشطه اخرين وكنشكروا مره اخرى الجمعيه وكنشكروا السي عبد الرحيم السارح اللي وقف على هذا النشاط وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه المبادره هذا النشاط اللي دار هذا النهار هذا الكرنفال ديال اللي انضمته الجمعيه ديال التنميه المتوسط هو نشاط في الحقيقه فريد من نوعه في المنطقه فالاول مره كيتنظم في راس الماء كاين دارج في اطار تنشيط موسم الصيف 2017 هذا يعني الشاطئ ديال راس الماء هو في حاجه ماسه الى مثل هذه الانشطه اللي كتخلق واحد النوع واحد الحيويه واحد الديناميكيه في, 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 في المجتمع يعني مشكوره هذه الجمعيه هذه مشكوره بزاف على هذا النشاط هذا ونتمناو من الله يعني نتمناو من الله يعني والجمعيات والفعاليات المجتمع المدني باش حتى هما ياخذوا بادره وينضموا كمجلس جماعي الابواب ديالو مفتوحه من اجل تمويل من التمويل ودعم هذه الانشطه والشكر والشكر موصول لهذه الجمعيه هذا واللي صوروا على التنظيم ديالها من سلطات امنيه ومن مجلس جماعي واداره وقوات القوات المساعده والدرك الملكي وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد العرش المجيد وهنئ صاحب الجلاله نصره الله وكنشكروا هذه المبادره الطيبه اللي قامت بها هذه الجمعيه هذا الاطار هذا وعاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. عندنا القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. مستثمر من راس الماء مو من شطيطح فيما يخص الفنادق والمطاعم مسير شركة برايا ليندا للسياحة بالمناسبة عيد العرش مذكرة 18 لتربو صاحب الجلالة على العرش بالمناسبة كنهني بعد عيد العرش لسيدنا وبالمناسبة كعضو في الجمعية المتوسط لتنمية الاستثمار ارتئينا باش نديروا واحد النشاط ثقافي واحد الكرنفال بسيط في حدود الامكانيات ونضربوا به في راس الماء بواحد الانطلاقه صغيره نتمنى ان شاء الله في المستقبل العاجل تتلمى وتزاد وخلقنا واحد النشاط ثقافي باش يجلب الزوار اللي دخلوا اليوم راس الماء وخصينا اليوم الاحد بالضبط لانه كتوافد على راس الماء واحد العدد هام من السياح لا من المناطق المجاوره الشرقيه وجده الناظور بركان ولا المناطق اللي كيجوا من الداخل بالمناسبه درنا هذا الكرنفال باش الناس
باش الناس اللي حضروا يشوفوا ويتمتعوا بالجماليه الطبيعيه لهذه المنطقه هذه، والناس اللي غيتابعوا هذه الكلمه هذه نتمنوا ان شاء الله يجيوا ويزوروا هذه المنطقه ويكتشفوا الجماليه ديال هذه المنطقه. السلام عليكم، انا فرحه. السلام عليكم، انا فرحانه اليوم هذا الشيء اللي داروا، وكنتمنى دائما يبقاو يديروا هذا الشيء، وكنتمنى بابا يجي من فرنسا، وبابا محمد حاجي كنتمنى يجي، بابا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يأتي هذا الكرنفال في إطار البرنامج اللي استراته جمعية المتوسط للسياحة وتنمية الاستثمار، الذي من خلاله نسعى أولا للاحتفال بعيد العرش المجيد الذي يصادف 30 من هذا الشهر، وثانيا للتعريف بالمنتوج السياحي للمنطقة وتشجيع السياحة في هذه المدينة، ثالثا حتى نعرف بمنتوجنا أو لا بإرثنا الثقافي والطبيعي وكذلك التاريخي، إرثنا الطبيعي الذي من خلاله نسعى دائما إلى أن يكون أن تكون هذه المدينة قطبا سياحيا متميزا، ونشجع من خلاله على تنمية الاستثمار حتى تكون هذه المدينة مدينة أو قطب سياحي وزباق الأقطاب السياحية المتواجدة في الجهة الشرقية. الجهة الشرقية عرفت اليوم عرسا بكل ما تحمي الكلمة من معنى، لأنه تقريبا الكرنفال الأول من نوعه الذي ينظم في الجهة الشرقية. كرنفال لم نكن نتصور هذا النجاح الكبير الذي والحمد لله الذي سطر اليوم، هو احتفال بكل ما تحمي الكلمة من معنى. هناك برامج أخرى طيلة هذا الموسم الصيفي إن شاء الله، حتى نعطي صبغة جديدة للعمل المجتمع المدني، وكذلك من أجل إعطاء واحد انطلاقة وإعطاء إضافة نوعية للسياحة في المنطقة، وكما قلت من أجل تشجيع على الاستثمار لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الخارجي. وشكرا.